السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في خير حال. اليوم إن شاء الله سوف نستكمل درس آداب الطريق. هدفنا اليوم يا أحبائي هو أن نستنتج ثمار التأدب بآداب الطريق. هيا بنا يا أحبائي من الأحاديث التالية نستنتج آداب الطريق. الحديث الأول، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الحديث الأول، يظهر لنا هذه الآداب. هيا بنا نستنتج من الحديث الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يظهر جليا أن الالتزام بآداب الطريق من الإيمان. الحديث الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. الحديث الرابع، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. الآن يا أحبائي استمعنا إلى هذه الأحاديث، هيا بنا يا أحبائي نستنتج آداب الطريق. آداب الطريق: أولا، منع الأذى عن الطريق وإزالته، لهذا ثواب عظيم كما ذكر في الأحاديث السابقة، أن إزالة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وأن أجرها عند الله هو غفران الذنوب ودخول الجنة. إذن من آداب الطريق منع الأذى وكف الأذى عن الطريق. رقم 2، غض البصر والتواضع. الله سبحانه وتعالى يقول: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، أي إننا عندما نسير في الطريق لابد لنا من هيئة معينة، أن نكون نمشي رويدا، لا نسرع الخطى سريعا ولا نمشي ببطء. القصد في المشي والغض في الصوت، لا نتكلم بصوت مرتفع يسمع الجميع، وكذلك نغض أبصارنا، لا نطلق أبصارنا إلى جميع الناس، ننظر إلى هذا وننظر إلى هذا وننظر إلى هذا، لا، أنت في طريقك، انظر إلى طريقك فقط. رقم 3، رد السلام. دائما ما نلتقي بالأهل والأصدقاء والمسلمين في الطرقات، فلا بد لنا ألا نتجاهلهم، لا نتجاهلهم، بل نلقي عليهم السلام: السلام عليكم، وهو يرد علي السلام، أو هو يقول السلام عليكم وأنا أرد عليه السلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ قال أفشوا السلام بينكم.
رقم 4، مساعدة المحتاجين. إذا أنا أمشي بالطريق ووجدت شخص يحتاج إلى المساعدة، لا يعرف الطريق، لابد وأن أساعده، لأن هذا أيضا من حقوق وآداب الطريق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في الأحاديث السابقة. بعد أن تعرفنا يا أحبائي على آداب الطريق، هيا بنا نستنتج أثر هذه الآداب. إذا أنا قمت بتطبيق هذه الآداب، ماذا سيحدث لي؟ بماذا سأنتفع أنا؟ وبماذا سينتفع مجتمعي؟ أولا نأخذ أثرها على الفرد. على الفرد، أولا إذا أنا طبقت هذه الآداب، أفوز بمحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أمرنا بهذا والله أمرنا بهذا. إذا أنا أطعت الله وأطعت الرسول، إذن يحبني الله. كذلك نيل محبة الناس واحترامهم. إذا أنا ساعدت الناس في الطرقات وكنت التزمت بآداب الطريق كاملة، فماذا سيحدث من الناس؟ سيحبونني ويحترمونني بكل تأكيد. رقم 3، الشعور بالسعادة عند مساعدة الآخرين. هناك لذة في مساعدة الآخرين. إذا أنا ساعدت شخص ما، أكون في غاية السرور من داخلي، لأنني ساعدت شخص محتاج. رقم 4، تجنب التعرض لمخاطر الطريق. إذا أنا التزمت بآداب وقواعد الطريق، سأتجنب المخاطر، لأن الطريق دائما عليه سيارات تذهب وتجيء، فأنا من التزامي بآداب الطريق ألتزم أيضا بإشارات الطريق. إذا وجدت إشارة توقف سأتوقف، سر فأسير، هذا يجنبني مخاطر الطريق. هذا هو أثرها على الفرد. أما أثرها على المجتمع، انتشار الألفة بين الناس، لأننا قلنا أن من آداب الطريق إفشاء السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن في انتشار السلام بين المسلمين هناك انتشار للمحبة والألفة بين المسلمين. كذلك نظافة الطرقات. إذا التزمنا بآداب الطريق، فإننا نحافظ على نظافة هذه الطرقات. وأيضا المساهمة في تقليل من حوادث السير. إذا الجميع التزم بهذه الآداب، فماذا سيحدث؟ لا يوجد حوادث في السير. كذلك تحسين المظهر العام للمجتمع. إذا الجميع التزم بهذه الآداب، سيكون هناك صورة رائعة للمجتمع الذي يلتزم بآداب الطريق.